يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من كان يرى أن مشروعية المسح على الخفين هي خاصة بالخف دون الجوارب وهو الشراب، فلا يرى مشروعية المسح عليه، ويقول لأن الأدلة الصحيحة ثابتة في الخف فقط، فهل يكون مخالفاً لأهل السنة في هذا الباب؟ المسح على الجوارب من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، الجمهور على أنه ما يمسح على الجوارب، ولكن الحق مع الإمام أحمد، لأنه ثبت الدليل بالمسح على الجوربين، ويضاف إلى الأحاديث التي في المسح على الخفين، ما يعارضها وإنما يضاف إليها، فيقال يمسح على الخفين وعلى الجوربين. نعم.